السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. اليوم في محاضرة عن الأدوية المستخدمة بالأمراض الرثوية. طبعا المواضيع اللي بدنا نناقشها بالمحاضرة هي الإنسيتس والسترويدات والديمارز ومثبطات المناعة والأنتي سايتوكين والسيل تارجت بيولوجي والجاك انهيبيتور والخافضات حمض البول والباي فوسفونات والأدوية بالحمل. هلا في قاعدة إنه دونت هارم أو دو نوت هارم، لا تؤذي، يعني دائما هي لازم تكون موجودة. بالنسبة للإنسيتس طبعا تختلف مضادات التهاب الغير ستيرويدية بشكل كبير، ولكنها تشترك في منع انتاج البروستاجلاندين. ما في دواء بنقدر نفضله عن باقي الادويه الا بحالات خاصه، مرضى القلب، مرضى الهضميه، المرضى اللي عندهم مشاكل وعائيه، الكبار السن. نحن ايش بنعطي انسيتس؟ بنعطيه كمسكن مستفيد منه كخافض حراره وايضا مضاد التهاب. آلية عمله مثبطات كوكس 1 وكوكس 2. طبعا ترتبط تقريبا جميع الانسيتس بالبروتينات البلازما. تم دمج عدد من الانسيتس مع ادويه اخرى لتقليل الاثار الجانبيه مثل الايبوبروفين والفاموتيدين، الى تاثير ما لا اي تاثير على تعديل المرض. طبعا الى ست او عفوا خمس زمر هن السلسلات: الاسبرين، فينيل اسيتات، الديكلوفيناك، الاندولاستات، الاندوميتاسين والسولينداك، الانولات، البيروكسام والتينوكسيكام، البروبيونات، الايبوبروفين والنابروكسين والكيتو بروفين. مثبطات كوكس 2 في عندنا الانتقائيه سيلوكوكسيب والتريكوكسيب، والتفضيل هي ميلوكسيكان والنيموزولايد والنابي ميتون. هلا هون الجرعات نقدر نرجع لها، طبعا الجرعات وكيف بنعدل القصور الكلوي، اذا في عندنا مشكله كبديه، اذا في عندنا مشكله هضميه بنقدر نرجع له للجدول. التاثيرات العلاجيه الاخرى عندنا الأسبرين هو مضاد التصاق صفيحات. التأثيرات الجانبية راح نحكي أهم التأثيرات: الهضمية، عسر الهضم، التهاب المريء، الطرحات الهضمية ممكن تسبب نزف وانزقاق والانسداد، تأكلات الأمعاء الدقيقة والتهاب الكولون. الكلوية، احتباس صوديوم، ارتفاع الضغط، الوزمين، زيادة الوزن، الحموض الأنبوبي يكون النمط الرابع، القصور الكلوي حاد، النخل الحليمي، التهاب الكلية الخلالي، وطبعا بتسارع إذا في عندنا مريض قصور كلية بتسارع من تطور القصور الكلوي المزمن. القلب الوعائي ممكن تسبب لنا قصور قلب، احتشاء عضلة قلبية، احتشاء دماغي وأمراض الأوعية المحيطية. بالنسبة للكبد ترفع لنا انزيمات الكبد، ممكن تسبب لنا متلازمة تري، هي مع عند الأطفال ومع الأسبرين. الربو والحساسية هي طبعا تفاقم الأمراض التنفسية. الدموي ممكن تعمل لي نقص كريات شامل. الجهاز العصبي ممكن تعمل لنا دوار، تقليد ذهني، نعاس، اختلاجات، التهاب سحايا عقيم خاصة مع البروفين بالذئبة. العظمي تأخر شفاء الكسور. هون صورة بتوضح لنا التأثيرات الهضمية العلوية، الجرد والقرحة والتهاب المعدة وحصيات المرارة، والتأثيرات على الجهاز الهضمي السفلي، السيليا جليسز بتسيء له، والتهاب الرتوج بتسيء للاي بي دي. الاستراتيجيات، نحن عندنا استراتيجيات ممكن يعني اذا اضطرينا نعطي انسيتس مشان نعملها للمرضى. اللي عندهم خطر منخفض نقدر نستخدم استخدام متقطع وجرعات صغيره. اللي عندهم خطر متوسط واحد لاثنين عامل خطر نستخدم كوكس 2 ونعطي معه البي بي اي. الخطر العالي نستخدم استخدام متقطع مع بي اي وبي بي اي وميسوبروستول. اذا كان في عندي انا ايجابيه المتويه البوابيه بنعالج المتويه البوابيه قبل علاج ما نبدا بالانسيتس. هون كمان هذا مخطط بس مشان شفنا اكثر خطر هو على الالسر بالمعده، واقل خطر كان اذا ترافق مع الستيرويدات الجهازيه. اختيار العلاج، طبعا اختيار العلاج حسب عمر المريض، اذا كان اقل من 65، اذا كان في عندنا امراض قلبيه، امراض هضميه حكيناها اكثر من مره، واذا كان عمره اكبر من 65 كمان حكينا من شوي انه نعطي انسيتس وبشكل متقطع مع بي بي اي. اذا كان عندنا خطوره عاليه مثل كبار السن وارتفاع ضغط وامراض كلويه وامراض كبديه يفضل الابتعاد عن الانسيتس. نستعمل الاسيتامينوفين، واذا اضطرينا بنعطي بي بي اي وجرعات كثير قصيره من الانسيتس. طبعا في حالات خاصه انه نستعملها خلال 3 ل 6 شهور من احتشاء العضله القلبيه،
وهي مضادات استطباب بالحمل خاصة بالثلث الأول والأخير، ونقدر نستعمل بالثلث الثاني خاصة الإيبوبروفين. استخداماتها طبعا نقدر نستخدمها بكل أمراض المفاصل، لأنه هي مسكنة مثل ما قلنا، ومخفضة الحرارة، ومضاد التهاب، كل أمراض المفاصل. دار ثاني ذئبي جوجرين، نسيج ده نسيج ضم مختلط، التهاب فقار لاصق. طبعا هي الخط الأول التهاب فقار لاصق، وتجربة لمدة طويلة 3 شهور بالإصابة المحيطية والمحورية، التهاب مفاصل ارتكاسي والصدافي. النقرس كمان ممكن نعطيها 6 شهور في حال ما نقدر نعطي كولشيسين أو سيترويد. متلازمة الألم الناحي المعقد والتهاب الغضاريف الناكس. طبعا كمان بالحمى الرثوية داء ستيل، ألم الليف العضلي، التهاب مفاصل إنساني، متلازمات التهابية الذاتية مثل الاف ام اف والداء التنكسي. مضادات الالتهاب الغير ستيرويدين 6 بالتهابات الأوعية المناطية، فافاليتي هون لاين، التهاب الأوعية الشروية وداء بهجة. طبعا هون أنا كاتب جرعات نقدر نرجع لها. السيترويدات طبعا صار على الرغم انه هلا عندنا استخدام الادويه البيولوجيه بشكل كثير كبير، ولكن السيترويدات تقريبا مستعمله بشكل اساسي في الامراض المفصليه ولكن بحذر. الخصائص الديناميكيه كما هذا الجدول بيقول لنا، مثلا الميتيلبريدلون 4 ملي جرام مثلا هي تساوي 5 ملي جرام، برينزيلون تساوي 0.75 ديكساميتازون. للمقارنه بين السيترويدات نقدر كمان نرجع له. طبعا تأثير السيترويدات على المحور النخامي الكظري هذا أهم شيء، لأنه بينشط إفراز الـ ACTH اللي بيزيد من إفراز الكورتيزون. بتأثر على بعض أنواع الخلايا مثل العديلات، بتزيدها بالدم المحيطي وانخفاض الحركة، البلعات الوحيدات، انخفاض العدد بالدم المحيطي وانخفاض البلعمة وانخفاض إطلاق السيتوكينات. الليمفاويات تسبب انخفاض بالدم المحيطي وانخفاض انتاج السيتوكين، ايضا الحميضات انخفاض، وكذلك الاساسات تسبب انخفاض في عدده. طبعا نحن عندنا جرعه منخفضه هي اقل من 7.5 ملي جرام من البريدلون او ما يعادلها يوميا، والجرعه المتوسطه بين 7.5 ل 30 ملي جرام، الجرعه العاليه بين 30 و 100، جرعه عاليه جدا اكثر من 100 ملي جرام بريدنيزيلون، والعلاج الهجومي اللي هو اكثر من 250 ملي جرام حتى 1 جرام. طبعا طرق عطاء السترويدات ممكن نعطيها عن طريق الفم او الحقن او قطرات او موضعي او عن طريق الشرج. التاثيرات الجانبيه هلا طبعا السترويدات احنا لها تاثيرات ايجابيه وتاثيرات سلبيه. الايجابيه بتخفف الالم والتورم واليبوسه، وبتساعد على الحركه، وبتخفف من التهابات الاوعيه ومن التهابات السيروسايتس. هذول اهم شيء. طبعا نحن بنعطيها مع الديمارز كجسر، وهي مسكنه للالم. اما التاثيرات السلبيه على القلب الوعائي، بتزيد مخاطر قلبيه الوعائيه، على العين ممكن تعمل لنا الزرق والساد، على الجلد تسبب لنا هشاشه جلديه، بالجهاز الهضمي خاصه استعمالها مع الانسيتس بتزيد خطر القرحات، بتزيد الوزن. الجهاز العصبي المركزي ممكن تعملنا زهان، بالعظام بتأخر شفاء العظام، وممكن تعملنا اعتلال عضلات، وبتزيد من خطر الانتانات. هلا هون بس في شغله، انه اثناء اعطاء السترويدات ممكن انه نوقفه نحن بشكل فوري اذا صار في عندي زهان محدث بالسترويدات وغير مستجيب على مضادات الزهان، او صار في عندي التهاب قرنيه بالهربس، ونوقفها كمان خطر حدوث انثقاب بالقرنية. التأثيرات الجانبية حكيناها، الانتانات، طبعا معدل الوفيات تختلف في اختلاف المرض وشدته، حكيناهم هذول كلياتهم على الأجهزة، تأثيرات على الأجهزة. بالنسبة لسحب السترويدات ما في طريقة محددة للسحب، لأنه تختلف من مرض لمرض. بشكل عام إذا كان عندنا مريض موضوع على جرعة 40 ملي جرام فترة أكثر من 3 شهور، نبلش سحب 5 ملي جرام كل أسبوعين لنوصل 30 ملي جرام، ثم 2.5 ملي جرام كل أسبوعين حتى نصل لجرعة 15 ملي جرام، ثم نقوم بسحب 1 ملي جرام كل 4 أسابيع. بالنسبة للحقن بنحقن تريامسينيلون 40 ملغ مفاصل كبيرة، 30 ملغ متوسطة، 10 ملغ مفاصل صغيرة. بالحمل بنعطي ما في مشكلة، ما بتعبر المشيمة، ولكن إذا كان مستهدف الجنين نعطي ديكسامتازون.
طبعا استخدامها بالامراض المفصليه تستعمل تقريبا بكل الامراض، تختلف جرعاتها حسب المرض، تختلف مده العطاء كمان حسب المرض. مستعمله بالدائره الثاني، بالذئبه الحماميه، صلابه الجلد، امراض العضلات، جوجرين، داء نسيج الدم مختلط، غثيلات فخار سلبيه للمصل، التهاب المفاصل المحرض والبلورات سواء النقرس او النقرس الكاذب، التهاب المفاصل التنكسي، طبعا هون نعطيه حقن، نعطيها بستيل، متلازمات التهابية الجهازية والضغط الفوسفولبيد والتهاب الغضاريف الناكس، الحمى الرثوية ومتلازمة الألام الناحية، التهاب شريان صدغي، الآلام العضلية الرثوية، داء تكياسو، كاوازاكي، التهاب الشرايين العديد العقد، التهابات الأوعية الفاسكولاتيس كلها ممكن نستعملها، سواء الكبيرة المتوسطة الصغيرة، وداء بهجات متلازمة كوغان. السحب السترويدات في نظام حكينا أكثر من مرة، إنه إذا افترضنا إنه المريض عم ياخذ جرعة 60 ميلي جرام على اليوم، إنقاذ تدريجي بيتطلب مجموع تقريبا 26 أسبوع حتى نصل لجرعة يومية بمقدار 5 ميلي جرام، وبعدين بنسحب 1 ميلي جرام كل شهر حتى اكتمال السحب. بالنسبة للدماغ عندنا 4 أدوية رئيسية: الميثوتريكسات، الكلينامايد، والسلفاسلازين، والهيدروكسي كلوروكين. بالنسبة للميثوتريكسات بيحتاج 2 أسبوع ل4 أسابيع لبدء العمل، هو أكثر أدوية من الديمارز المستعملة. آلية عمله بصبة حمض الفوليك والبورين بالداخل مع تصنيع الحمض النووي. طبعا التقييم البدئي قبل ما نبلش العلاج لازم نعمل سي بي سي، الآل تي، وظائف الكبد، وظائف الكلية، الهباتيتس بي والسي، ونعمل صورة صدر. طبعا بداية العلاج بنراقب كل 2 أسبوع، بعدين بتصير مراقبة كل 6 إلى 8 أسابيع. السمية راح تكون على الجهاز الدموي، على الكلية، وعلى الكبد. لازم نراقب بالبداية كل 2 أسبوع، ثم كل 6 إلى 8 أسابيع. طريق الإعطاء بشكل أساسي عن فم وتحت الجلد، والطريق العضلي الطرح بشكل أساسي عن طريق البول. الامتصاص طب بعد إعطاء المكبسات 4 ساعات يصبح التركيز بالمفصل مساوي للتركيز بالمصل، لا يؤثر الطعام على امتصاصه عدا الحليب يعيق الامتصاص، هي مشان أولى المرضى. تقسيم الجرعة يزيد من توافره الحيوي وبيخفف من الأعراض الهضمية. مضادات الاستطباب، القصور التنفسي والقصور الكبدي، في حال عندنا القصور الكلوي التصفية الكلوية أقل من 30، الحمل والأرضاع مضاد استطباب، في حال عندنا التهاب كبد بي وسي نشطة لازم نعالج قبل ما نعطي. مرض دموي صريح إذا كان في عندي فقر دم شديد، نقص صفيحات أو نقص كريات دم بيضاء. في حال حدوث إنتان بنوقف عن إعطاء الميثوتريكسات وجميع الأدوية المعدية للمرض. في حال حدوث سمية بميثوتريكسات نعطي حمض الفلونيك وريدي أو عضلي بجرعة 15 ميلي جرام كل 8 ساعات لثلاث أيام، طبعا هون لازم نقيس مستواه بالمصل. في حال حدوث تثبيط نقي بنوقف الدواء أو نقلل الجرعة حسب الحالة. ما بنعطي معه باكترين انه ينقص تحريره ويزيد سميه النقي. في ملاحظه ابتديت انه ممكن نعطيه في حال انا بدي اعطيه كوقاي 3 مرات اسبوعيا. التاثيرات الجانبيه الهضميه هي الاشعه، عسره الهضم، الغثيان، الاقياء، ممكن يعمل لي تقرحات فرمويه، تقرحات في المري. الاعراض تقريبا تحدث بنسبه 20 ل 70% من المرضى. نقدر نتجاوز هالاعراض من خلال تقسيم الجرعه، ولكن خلال 24 ساعه نعطي حمض فوليك 5 ميلي جرام يوميا، او بنبدل الطريق العضلي او تحت الجلد، خاصه ان زادت الجرعه 15 ميلي جرام لانه بيخف الامتصاص كثير. التاثيرات الدمويه حكيناها انه بيسبب قله كريات. الرئويه قد يحدث تليف رئوي، التهاب رئوي خلالي حاد او انصباب جنب. الخباثه في تقارير نشرت اكثر من موقع انه ممكن يصير في زياده حدوث الليمفوما اثناء العلاج. لا يؤثر على الخصوبة عند الذكور، أو قد يحدث عقم عند الذكور ولكن قابل للعكس. الإنتانات الانتهازية وخاصة بالمتكيسة الكارينية. بالنسبة للجرعات، جرعة البدء 7.5 ملي جرام حتى 25 ملي جرام، بحيث نزيد 2.5 ملي جرام أسبوعيا أو كل 2 أسبوع. بالقصور الكلوي إذا كان الجي اف ار طبعا فوق 80 ما في تعديل للجرعة، تحت ال 60، تحت 80 هو ما في تعديل للجرعة، بين 60 و 45 نعطي 60%، تحت 30 نتجنب الاستعمال، بين 30 و 45 نعطي 50% من جرعة الميثوتريكسات.
مرضى الديال سواء البريطاني او الدموي ما بينعطى. الاصابه الكبديه في حال بيلروبين بين 3.1 و5 والخمايا اقل بثلاث اضعاف نعطي 75% من الجرعه، اما اذا كان البيلروبين اعلى من 5 والخمائر اعلى من ثلاث اضعاف نوقف اعطاء الدواء، وخاصه كمان اذا في سيروسز كمان لا يعطى الميثوتريكسات. استعمالاته، اشع استعمال الميثوتريكسات هو داء الريثياني، جرعه البدء مثل ما حكينا 7.5 ل 25 بتزيد 2.5 ملي جرام كل اسبوع لاسبوعين، ومن تقييم المرض تقييم فعاليه المرض بعد 3 الى 6 اشهر. طبعا ممكن نستعمله بالصلابه بالتهاب الجلد والعضلات، داء النسيج الضام الخلط، التهاب مفاصل الارتكاسي، التهاب مفاصل الصدافي، داء ستيل، التهاب الشرايين زي الخلايا العرطلة، والبي ام ار والتكاياسو، الباسكولايتس بشكل عام ممكن نعطيها، اضافه ل جي اي اي والتهاب الغضاريف المعكس. الليفلونامايد الدواء الثاني بده 4 ل 8 اسابيع لبدء العمل. آلية العمل بثبت بشكل غير عكوس انزيم دي هيدرو رورات دي هيدروجيناز، وهو مشتق من الايسو سازول، له نصف عمر طويل ولا نعطي جرعات تحميل. سابقا كان يعطى جرعة تحميل، حاليا لا في داعي. التأثيرات الجانبية الهضمية، أشياء الإسهال، ألم بطني، قد تسبب ارتفاع انزيمات الكبد. القلبية الوعائية، ارتفاع ضغط، لازم في حال وصفه نراقب ضغط المريض خاصة إذا كان كبير بالعمر، ونراقب مستويات الشحوم والكوليسترول. الجلدية، ممكن يعملنا طفح جلدي بيحدث بين الشهر الثاني والخامس من بدء العلاج. لازم نوقف العلاج إذا صار في يعني إصابة جلدية شديدة مثل ستيفن جونسون أو انحلال البشرة السمي، ممكن يحدث ويسبب حاصة. الرئوية، ممكن يحدث عندنا التهاب رئة خلال أول 3 شهور من العلاج. الدموية، ممكن يعمل بانسايتوبينيا ولكن بشكل نادر. العصبية، ممكن يعمل لنا صداع ودوار، شواش حسي بالأطراف. الامتصاص، ما بيتداخل مع الطعام، وأكثر من 99% بيرتبط مع البلازما، نصف عمره أسبوعين تقريبا، اطراحه متساوي بين الكلية والأمعاء. قد يسبب فقدان وزن وبصير عند كثير مرضى. طبعا قبل البدء بالعلاج تقييمه نفس تقييم الميثوتريكسات، خمائر الكبد، وظائف الكلية، تحاليل السي بي سي، اضافه لالتهاب الكبد بي سي، واجراء صوره صدر. مضادات اضطراب الحمل والاوضاع فرط الحساسيه، قصور كبدي اذا المريض من بالاساس عنده نقص كريات شامل. اذا صار في عندنا تسمم بالليفلونومايد بنعطي كوليسترامين بجرعه 8 جرام كل 8 ساعات لمده 11 يوم. الجرعه 10 ل 20 ملي جرام يوميا بشكل فموي. يمكن يعطى تحميل، هي سابقا، حاليا ما احد عم يعطي تحميل. ما في تعديل بالقصور الكلوي. بالقصور الكبدي في حال ارتفاع انزيمات الكبد اكثر من 3 اضعاف بنوقف الادويه. مراقبه العلاج نفس مراقبه علاج الميثوتريكسات كل 4 اسابيع. استخداماته، بالدار الريثياني ممكن نعطيه لوحده، ممكن يشاركه مع الميثوتريكسات في حال عدم السيطره على المرض. التهاب مفاصل الصدافي بالذئبه ممكن استعماله، والجي اي اي، بس بالنسبة للذئبة والجي اي اي حاليا متراجع دوره بالعلاج. بيزداد تركيز الليفلونامايد اذا شاركناه مع الريبامبيسين اذا مريضنا مثلا عنده حمى ماطية. السلفاسلازين له خصائص مضادة للميكروبات سلفابيريدين ومضاد للالتهابات 5 آزا، بيحتاج تقريبا 6 اسابيع ل3 شهور لبداية التأثير. الجرعة البدئية 500 ميلي جرام مرتين باليوم، بنزيدها حتى الجرعة العظمى 3 جرام على 24 ساعة. تأثيراته الجانبية غالبا تحدث الأشهر الأولى على رأس الهضمية، الغثيان والألم الشوسوفي، الإسهال، ارتفاع خمائر الكبد، أحيانا تكون بشكل عابر وقد تترافق مع حمى وضخامة كبدية خفيفة. العصبية، الدوار والصداع، القلق، التهاب السحايا العقيم بشكل نادر جدا. الدموية، بتصير بأقل من 3% من المرضى، نقص الكريات، وممكن يحدث عندنا قلة تعديلات شديدة قد تكون مميتة. الجلدية، طفح بقعي خطاطي بيتميز إنه هون حاك، وبشكل نادر ممكن يسبب لنا ستيفن جونسون. الرئوية، ممكن يسبب لنا التهاب الرئة بالحميضات. الخصوبة، يسبب انعدام نطاف ولكنه عكوس، ما بيأثر على الخصوبة عند الإناث، قد يسبب تغيير لون البول. مضادات استطباب إعطاء السلفا سلازين، فرط الحساسية للسلفا،
عوز جي 6 بي دي، القصور الكبدي الشديد، التهابات الكبد الفيروسية. مراقبة العلاج كمان سي بي سي، وظائف الكلية، وظائف الكبد. وبالنسبة للسولفاسالازين لازم نعيد سي بي سي بعد أسبوع من بدء الدواء، ثم كل شهر، بعدين كل 3 إلى 6 أشهر، ثم سنويا. استطبابات السولفاسالازين بأمراض مفصلية، بالدائرة الثانية كعلاج مساعد لا يعطى لوحده، التهاب الفقار اللاصق المحيطي أو التهاب المفاصل المحيطي سلبي المصل، التهاب المفاصل الارتكاسي، التهاب المفاصل مرافق الاعتلال أمعاء، التهاب مفاصل الشبابي. يعطى بالحمل وبحذر بالأرضاع لأنه يفرز مع الحليب. الهيدروكسي كلوروكين بحتاج ل 2 لـ 4 شهور للبدء، وهو مضاد للملاريا. جرعته 5 ملغ على الكيلوغرام. تأثيرات الجانبية العينية أهمها شبكة اعتلال الشبكية تسمى عين الثور، اعتلال البقعة الصفراء، ويمكن يحدث ترسبات على القرنية الجلدية، الطفح حاصة، حساسية ضيائية، لذلك بنعطيه مساء. العصبية والعضلية، الصداع، القلق، ضعف عضلي، بس بيكون هون السي بي كي طبيعي من دون ارتفاع خمائر العضلية. القلبية بشكل نادر ممكن يسبب لنا الأنظمية القلبية الهضمية، الغثيان والأقياء والإسهال. الغدية قد يحدث أو يحدث نقص السكر، لذلك مرضى السكر ممكن نحتاج لتعديل أدوية السكر عندهم. مراقبة العلاج، تحاليل سي بي سي، وظائف الكلية، وظائف الكبد، وبالبداية العلاج فقط، ما في توصية بمراقبة لاحقة. يوصل فحص عيني بداية العلاج، ثم كل سنة إلى سنتين. مضادات استطباب، فرط حساسية معروف للدواء، اعتلال شبكية موجود مسبقا، الأطفال تحت 6 سنوات أو الوزن تحت 35 كيلوغرام. استطبابات الأمراض المفصلية كمان دائرة ثانية، أيضا بالمشاركة مع الأدوية الأخرى، الزئبة لكل مرضى الزئبة طبعا، جوجرين الساركوئيد، التهاب مفاصل الشبابي، وممكن كمان بالصلابة نعطيه لكل المرضى ما أنه مذكور هون. يعطى بالحمل، بنعطيه أيضا بحذر عند الأرضاع لأنه يفرز مع الحليب. مثبطات المناعة، سايكلوفوسفاميد، الأميوران، والميكوفينيل، موفيتيل السلسبت، والكالسيونورين انهيبيتورز. السيكلوفوسفاميد هو من الأدوية المثبطة المناعة فعالة في طبعا الأدوية المثبطة المناعة فعالة في الأمراض المفصلية، ونحن بنستعملها مشان تحقيق الهجوم. هو يعتبر سام الخلايا، يعتبر من أقوى الأدوية المثبطة المناعة، ويستخدم بشكل خاص في تحديد في تحقيق الهجوم في الذئبة والتهابات الأوعية. آلية العمل، هو عامل مؤكل يمنع انقسام الخلايا عن طريق ربط خيوط الحمض النووي وتقليل تقليق الحمض النووي. يمتلك السايكلوفوسفامايد أيضا نشاطا مثبطا قويا للمناعة. هو دواء أولي، يجب استقراره بمستقبلات نشطة، ويتم ذلك في الكبد، العطاء عن طريق الفم والوريد. مضادات الاستطباب، فرط الحساسية وتثبيط النقي الشديد، وقصور كلوي أو كبدي، وحالة إنتانية نشطة. التأثيرات الجانبية الدموية ممكن تسبب لنا تثبيط نقي، إنتانات مرافقة. يجب تجنب استخدامه في حالة إعداد كريات بيض أقل من 3000، قد يسبب التهاب مثاني نصفي بالجرعة، أو طبعا ترتبط بالجرعة ومدة العلاج. هذا السبب هو الأكرولين. يمكن التقليل من هذه التأثيرات عن طريق إعطاء المسنة، وهو مركب سلفي الهيدريل، وقد يسبب زيادة خطر الإصابة بسرطان المثانة. بالنسبة للخباثة، يزيد السايكلوفوسفامايد من خطر الإصابة بالأورام الخبيثة، وخاصة المثانة، من ضعف إلى 4 أضعاف بالنسبة للناس العاديين، وقد يزيد خطر الإصابة أيضا بسرطان الجلد والأنف البلعومي. يسبب السايكلوفوسفامايد سمية كبيرة على الغدد التناسلية، قد يحدث انقطاع الطمس بنسبة 11 ل 59% بعد العلاج، ويؤدي أيضا إلى انعدام نطاف. التأثيرات الرئوية، التهاب الرئوي بداية العلاج، قد يحدث تليف رئوي، قد يسبب حاصة والتهاب عضلي قلبية. بالنسبة للجرعات، حسب التصفية الكلوية. بالنسبة للأمراض الكبدية، إذا كان عندنا أمراض كبدية ما في تعديل للجرعة. مراقبة العلاج، تعداد الدم كل أسبوع، أسبوع لأسبوعين بداية العلاج، ثم مراقبة شهرية. لازم نشرب كمية كبيرة من الماء بعد تناول الدواء وفراغ المثانة بشكل متكرر مشان نخفف من تركيز الأكرولين بالبول. لازم نتجنب إعطاء الدواء أثناء الحمل والأرضاع، الأولوبرينول لأنه بيزيد من نصف عمر السايكلوفوسفامايد ما بنعطيه معه. الجرعة فموي 2 ملغ على الكيلوغرام على اليوم، وريدي 15 ملغ على الكيلوغرام، تعدل أيضا حسب العمر.
في عندنا نوعين علاج، قصير وجرعة صغيرة 50 ميلي جرام كل أسبوعين إلى 6 جرع، طويلة وجرعة كبيرة 1 جرام أسبوعيا لمدة 6 أشهر، وذلك حسب الاستطبابات وحسب المرض اللي بنحقق فيه الهجوع. الاستطبابات الأساسية هي الزئبة، خاصة الإصابة الكروية والعصبية، الفاسكولايتيس، وصلابة الجلد المترافقة مع إصابة رئوية والتهاب العنبة. الأزاثروبارين هو دواء أولي بيتم تحويله لستة مركبات بورين، يقوم بتقليل الخلايا الليمفاوية النشطة ويمنع إنتاج أجسام مضادة ويمنع نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية. جرعة البدء نصف ميلي جرام على الكيلوغرام على اليوم، ترفع حتى 2.5 ميلي جرام على الكيلوغرام بعد 4 أسابيع، طبعا جرعة فمويا. التأثيرات الجانبية ممكن يسبب لي فرط حساسية أول أسبوعين بالعلاج، وبزيد خطر الإنتان وحدوث طفح جلدي. الدموية سبب تثبيط نقي قابل للعكس بتعديل جرعة الدواء. الهضمية ممكن تسبب اضطرابات كبدية في سلسلة حالات، ممكن يعمل ركودة صفراوية والتهاب بنكرياس ولكن بشكل نادر. مراقبة العلاج لازم نعمل مراقبة أسبوعية لتعداد الدم أول 6 أسابيع ثم شهرية. وظائف الكبد عند بدء العلاج ثم كل 4 أشهر، وهو يعتبر آمن بالحمل والأرضاع، ما في تعديل بالقصور الكلوي أو الكبدي. استطباباته بالأمراض المفصلية، داء بهجات الذئبة الجهازية، الدائرة الثانية تكيس والتهاب العنبي والتهاب مفاصل الشبابي. مضادات الاستطباب فرط الحساسية ما بنعطيه مع الأولوبرينول أو إحدى ستيفن جونسون. الميكوفينيل موفيتيل أيضا هو مركب أولي، يتحول إلى حمض الميكوفينوليك، مضاد حيوي ذو تأثير مثبط للمناعة. آلية عمله بيقوم تثبيط الخلايا البائية والتائية من خلال تثبيط هيدروجيناز يوزين أحادي الفوسفات. الجرعة البدئية نصف ميلي جرام مرتين يوميا حتى 1.5 ميلي جرام مرتين يوميا فموي. التأثيرات الجانبية يعتبر جيد تحمل بشكل عام، ممكن يسبب لنا غثيان، قيء، ألم بطني، اسهال. هون الصوره حاطين امساك هو اسهال، نقص الكريات البيض وارتفاع انزيمات الكبد. مضادات استطباب والحمل والاوضاع وفرط الحساسيه، ولا يعطى اذا كان دي اف ار اقل من 25. مراقبه العلاج تعداد الدم كامل اسبوعيا للشهر الاول ثم كل شهر، واضافه وظائف الكليه ووظائف الكبد والهباتيتس بي وسي. استطبابات أمراض مفصلية، الصلابة، تكياس والتهاب العنبي، الذئبة الجهازية والتهاب الرئة الخلالي ممكن نستعمله. السايكلوسبورين والفوكلوسبورين والتاكريلوموس، آلية عملهم تعمل أضعاف إنتاج انترلوكين 2 والحد من تكاثر الخلايا الليمفاوية. الجرعة بسبب النافذة العلاجية الضيقة للمركبات لازم نعطيه لمرضى محددين ومختارين بالاستطباب المناسب. السيكلوسبورين الجرعه الاوليه 2.5 مللي جرام على الكيلوغرام على اليوم، نقدر نزيدها نص مللي جرام على الكيلوغرام كل 4 8 اسابيع، حتى الجرعه العظمى 4 مللي جرام على الكيلوغرام. تاكريلوموس 0.1 و0.2 مللي جرام على الكيلوغرام، فوكلوسبورين 23.7 مللي جرام مرتين يوميا. مضادات الاستطباب الاورام الحاليه او السابقه عدا سرطان الكلية والخلايا الفاعلية ممكن نعطيهم، ارتفاع الضغط غير المضبوط، كبار السن والسمنة والحمل. مراقبة العلاج لازم نراقب ضغط الدم ووظائف الكلية، وفي حال ارتفاع الكرياتينين أكثر من 30% لازم نوقف الأدوية. نعمل الشوارد بسبب ارتفاع بوتاسيوم، ونعمل إنزيمات الكبد. التأثيرات الجانبية ممكن يعمل ارتفاع ضغط ب 20% من الحالات وسمية كلوية. استطبابات الأمراض المفصلية، ألم الليف العضلي عليه إشارة استفهام بدنا ندور عليها. الدائرة الثانية التهاب مفاصل الصدغة في الذئبة الجهازية والتهاب الجلد والعضلات. الأنتي سايتوكين ثيرابي تي ان اف والانترلوكين 1 وال6 وال12 17 وال23، طبعا هي أجسام مضادة وحيدة للنسيلية تثبط تنشيط البلاعم وتكوين الورم الحبيبي، تقليل إنتاج وسائط الالتهاب. طبعا هون عم نحكي عن الأنتي تي ان اف. مجموعة كبيرة من الأدوية، الأديلوموماب هو جوكر. ومراقبة العلاج بنعطي لازم نراقب
تعداد دم والسي ار بي واول شهر ثم كل 6 اشهر. التقييم قبل اعطاء التي ان اف موجود بجدول اب تو ديت على راس الانتانات خاصه البي يو سي، او اهم شيء تي ان اف تي بي سيل مهم جدا. اذا كان في عندنا سل نشط ما بنبلش بالعلاج حتى نعالجه، اذا سل كامل بنعالج شهر وبعدين بنبدا العلاج. مضادات استطباب الحساسيه ان كان فعال وخاصه السل، قصور القلب متوسط لشديد. التاثيرات الجانبيه قد يسبب صداع غثيان بعد التسريب، قد يحدث شراء مكان الحقن، قد يحدث انتانات خاصه انتانات الصدريه. الاستطبابات الداء الرثياني المعند طبعا بعد ما فشلت العلاجات الفمويه، التهاب فقر اللاصق المحوري، التهاب مفاصل الصدافي، التهاب مفاصل الشبابي، داء بهجات، التهاب العنبي، ممكن نستعمله الساركوئيد المعند ايضا. يعتبر امن بالحمل والارضاع. تناسبت لا يعطى التهابات العنبي لانه ممكن يسبب لنا بحد ذاته التهاب عنبي. الاستجابه بنتحراها بعد الجرعه الرابعه في حال عدم حدوث استجابه نبدل لدواء اخر. في حال جاب اختبار السل الرئوي المثبت نعطي علاج رباعي لمدة 6 أشهر، بعدين نبدأ العلاج البيولوجي. في حال إيجابية السل الكامل نعطي إيزونيازيد قبل بدء العلاج البيولوجي ونستمر فيه 9 أشهر. لازم نعالج التهاب كبد بي سي قبل البدء بالعلاج. انترلوكين 1 أشهر واحد الأناكينرا، هن المضادات مستقبلات انترلوكين 1. الأناكينرا 100 ميلي جرام تحت الجلد ومدة العلاج حسب المرض. الكاناكينوماب عند الأطفال أقل من سنتين 4 ميلي جرام على الكيلوغرام كل 4 أسابيع، البالغين 150 ميلي جرام كل 4 أسابيع. ما نعدل بالقصور الكلوي أو القصور الكبدي. مضادات الاستطباب ووفرة الحساسية. التأثيرات الجانبية ممكن عندنا التهاب نسيج حلوي، التهاب رئوي أو الطفح جلدي، وقد يحدث اضطراب شاردي. الاستطبابات داء بهجات النقرس والنقرس الكاذب الرثياني، تراجع دوره بالرثياني. الحمى المتوسط وداء السيل والتهاب مفاصل الشبابي مجهول السبب. انترلوكين 6 على رأسهم توسيلوزوماب، من أجسام مضادة أيضا وحيدة النسيجة. مضادات المستقبلة انترلوكين 6 جرعة 4 ل 6 ميلي جرام على الكيلوغرام، جرعة القصوى 600 ل 800 ميلي جرام. مضادات استطباب فرط الحساسية، مضاد استطباب عند الأشخاص اللي عندهم التهاب رتوج لأنه بسبب خطر حدوث الانثقاب، لا يعطى الأطفال تحت السنتين. تأثيراته الجانبية ممكن تسبب لنا ارتفاع بأنزيمات الكبد، وقد يحدث انتانات مرافقة، ارتفاع أرقام الشحوم وخاصة الكوليسترول، انخفاض في عدد العدلات بشكل خفيف، ممكن يسبب ايضا انخفاض عدد الصحيحات. استطباباته التهاب شريان الصدغي، التهاب مفاصل الشبابي، داء ثاني داء ستيل الصلابه الجهازيه. طبعا في جرعات محدده لكل مرض موجوده بجداول. ما في تعديل لا بالقصور الكبدي ولا بالقصور الكلوي. الانترلوكين 12 23 جرعته 45 ملغ كل اسبوع لمده 4 اسابيع ثم كل 12 اسبوع تحت الجلد. مضادات الاستطباب فرط الحساسيه، حالات انتان الشديده والسل. التاثيرات الجانبيه حدوث انتانات مرافقه، اهم استطبابات التهاب المفاصل الصدافي. الانترلوكين 17 جرعته 60 ملغ على الكيلوغرام كجرعة تحميل بالأسبوع الأول وريدي، ثم 150 ملغ تحت الجلد بالأسبوع الأول والثاني الثالث والرابع ثم كل 4 أسابيع. فرط الحساسية فقط هي مضادات استطباب. التأثيرات الجانبية ممكن يسبب لي حدوث إنتانات خاصة التهاب المريء بالمبيضات. الاستطباب الأمراض الرثوية، التهاب الفقار اللاصق، التهاب المرتكزات، التهاب المفاصل الصدافي. المراقبة العلاجية بالنسبة لمضادات الانترلوكين لازم نقيم الأمراض الخبيثة قبل بدء العلاج ونعمل تعداد دموي، اختبار السلين، التهاب كبد بي سي، وتقييم وظائف الكبد كل والتعداد الدموي كل 3 إلى 6 أشهر. الريتوكسيماب هو أنتي سي دي 20، أيضا جسم مضاد وحيد النسيجة، يرتبط بالمستضد على سطح الخلية. جرعته 1 جرام وريدي كل أسبوعين لمدة 16 أسبوع ثم 50 جرام كل أسبوعين كل 6 أشهر. مضادات استطباب نقص جاما جلوبولين، فرط حساسية شديدة، لذلك نعطي الديفينهيدرامين قبل التسريب والميثيل بريدنيزولون. التأثيرات الجانبية
ممكن يصير عندنا إعادة تنشيط للهباتيتس بي وحدوث إنتانات والتحسس. الاستطبابات هو الرثياني مشاركة مع الميتوتريكسات واجنر التهاب الأوعية المجهري. ما في تعديل بالقصور الكلوي أو الكبدي ويعطى بالحمل. مراقبة العلاج تعداد دموي قبل دورة العلاج ثم كل شهر. فحص التهابات الكبد قبل بدء العلاج والسل أيضا قبل بدء العلاج. الأباتاسيبت يمنع تنشيط الخلايا التائية. جرعته حسب الوزن، أقل من 60 كيلو جرام نعطي 50 ميلي جرام وريدي، بين 60 وال100 نعطي 750 ميلي جرام، فوق ال100 نعطي 1 جرام، ثم نتابع 125 ميلي جرام تحت الجلد. مضادات الاستطباب أهمها السي او بي دي وأيضا فرط الحساسية، هي بالنسبة لكل الأدوية فرط الحساسية. تأثيرات جانبية بس حساسية جلدية. الاستطبابات أمراض المفصلية، الدائرة الثانية، التهاب مفاصل الصبافي، التهاب مفاصل الشبابي، كمان عندنا تعديل بالقصور الكلوي والكبدي. مراقبة الهباتيتس بي والسي والتي بي قبل بدء العلاج. الجاك انهبيتور، توفاستينيب والباراستينيب والأوبادستينيب، هي أدوية فموية تثبط السيتوكينات المختلفة، يعني ما بتثبط لنا الجيد والسيء، الكل بتثبطهم. توفاستينيب جرعاته 5 ملي جرام مرتين يوميا، باراستينيب 2 ملي جرام، وباداستينيب 15 ملي جرام مرة يوميا. مضادات الاستطباب في حال عندي أنا التهاب كبد بي أو سي، السل حتى علاجه وجود خسار حالي أو سابق. التأثيرات الجانبية، تثبيط نقي، ارتفاع الشحوم، حساسية جلدية، ارتفاع انزيمات الكبد. مراقبة العلاج، نعمل تعداد دم خمايا الكبد وبروفايل شحوم كل شهرين ثم كل 6 أشهر. استطبابات والتهاب فقاط اللاصق والداء الرثاني والتهاب المفاصل الصدافي. هلا خواقد حمض البول، طبعا الاوربرينول هو الخط الأول والمفضل، خط حمض البول في النقرس. ينقص دواء الانتاج خلال تثبيط اخر مرحله من اصطناع اليورات اللي يتم تحفيزها بانزيم الاكزانتين اوكسيداز، لذلك يصنف انه مثبطات الاكزانتين اوكسيداز. الجرعه بدئيه 100 ملي جرام، بتزداد كل 2 ل 4 اسابيع بمقدار 100 ملي جرام حتى 300، وقد نصل لجرعه 800 ملي جرام مره واحده، في مراجع تقول 900 ما في مشكله. نخطط الجرعه البدئيه في القصور الكلوي 50 ملي جرام، بنزيدها 50 ملي جرام كل اسبوع الى اسبوعين. في حال إيجابية الهلا بي 581 يعتبر مضاد استطباب إعطائه. التأثيرات الجانبية، فرط حساسية، ممكن عندنا متلازمة السويت وستيفن جونسون، انعدام نطاق قابل للعكس، انسمام كبدي. مراقبة العلاج، وظائف الكبد والوظائف الكلية والتعداد الدموي بعد أسبوعين لأربع أسابيع من العلاج. استطباباته ممكن أن نستعمله بالنقرس وببهجة وبالحمى البحر المتوسط. الفيبوكسيتات هو خافض حمض بول أقوى من الأوبرينول وما بيسبب تحسس، بس هو غالي الثمن. الجرعة 40 ل 120 ملغ يوميا، مضادات استطباب مرضى احتشاء العضلة القلبية وقصور القلب. مرضانا معظمهم عندهم أمراض قلبية. آثار الجانبية، الغثيان، ارتفاع انزيمات الكبد، ما في تعديل بالقصور الكلوي. بروبنسيد أو طارحات حمض البول، يزيد تصفية حمض البول عبر عودة امتصاص بواسطة النبيب القريب، لا يستخدم عادة إلا في حال عدم السيطرة على ارتفاع حمض البول. جرعته 250 ملي جرام مرتين يوميا لمدة أسبوع، ثم 50 ملي جرام مرتين لمدة 4 أسابيع. مضادات استطباب القصور الكلوي والحصيات الكلوية، يعطى وريدي أيضا جرعة 8 ملي جرام كل أسبوعين. يعمل تحويل حمض البول لمركب قابل للذوبان، هذا طبعا البيوغليتوكاز. يعمل تحويل حمض البول الى مركب قابل للذوبان ويخفض مستوى حمض البول الى الصفر، بس للاسف يتشكل له اضداد ب 30 ل 50% من المرضى. مضادات استطباب الحساسيه وعوز جي 6 بي دي. ادويه الهشاشه العظام بيسوفوسفينات، تقوم بتثبيط اكتشاف العظام وهي علاج فعال. جرعتها اذا نعطيها نحن وقائي 35 ملغ اسبوعيا، العلاجي 70 ملغ اسبوعيا، طبعا فموي مع شرب كميه كبيره من الماء وعدم الاستلقاء لمده ساعتين. مضادات الاستطباب القصور الكلوي في حال جي اف ار اقل من 35،
التهاب المريء القرحي، تأثيرات الجانبية، الغثيان، تقرح المريء، التهاب المريء، اضطراب نزض قلبي والتهاب عنقي. استخدامات: داء بهجة، اعتلال العظمي المفصلي الضخامي. هلا هون في عندنا مقارنة جدول اب تو ديت بين البيسوفوسفينات. في عندنا بس الإيباندرونات هو أقل واحد تخفيفا لكسور الورك. طبعا مدة العلاج 5 سنوات، عدا الزيدرونيك أسيد 3 سنوات. هاي الأدوية بالحمل: الهيدروكسيكلوروكين، السلفاسلازين، كولشيسين، الإميران، البريدنيزيلون، السيكلوسبورين. هذول كلهم ممكن نحن نعطيهم بالحمل. إضافة بالنسبة للأنتي تي إن إف، سيتروزوماب أقل واحد تأثيرا بالنسبة للحمل. ممكن نعطي انتليكسيماب والانتناسيب، ديلوموماب والجليوموماب، كل أنتي تي إن إف ينعطوا. الأناكينرا ممكن أيضا يعطى. الأدوية المضادة اصطباب: ميثوتريكسات، ليفلونوميد، الميكوفينيل، موفيديل، سايكلوفوسفامايد، والتاليدوميد ما بنستعمله، التوفاستينيب، والمثبطات الجاك، والأبريميلاست، والباراستينيب ما في معلومات عنه. هلا في أدوية نحن نستعملها بنضطر نستعملها، ولكن هي مانا أدويتنا. نيبوجين ممكن نحن نكتبه في حال صار في عندي أنا قلة عديلات، مشان تحريض إنتاج محببات. ممكن نعطيه نحن أيضا متلازمة فلتي بجرعة 300 ميكرو جرام كل 3 أيام لثلاث جرع. هون في خطأ بالكتابة. ممكن نستعمل أسيتامينوفين مشان نحصل على تسكين أعلى مشاركة مع الإنسيتس. الواقيات الشمسية في كتير، هاي أسماء تجارية خاصة بالذئبة. حاصلات قنوات الكلس على رأس النيفيدبين مشان علاج داء رينو وارتفاع التوتر الرئوي، نبلش بجرعة 10 ميلي جرام حتى 20 ميلي جرام. في الأدالات مديد 30 ميلي جرام بجي. طبعا كمان الأملودبين والديلتيازم. جرعة الأملودبين 5 إلى 10 ميلي جرام، الديلتيازم 120 360 ميلي جرام باليوم. مانعات الحمل: الحاوية على البروجسترون فقط في حال حاجة التمييع بالذئبة. والاستروجين ما بنستعمله، ممكن نستعمل اللولب النحاسي فقط في حال حاجة للتمنيع. المودافينيل هذا دواء وافقوا عليه حديثا لعلاج التعب المرافق للذئبة، هو بالأساس يستخدم لقطاع التنفس أثناء النوم. جرعته 100 ميلي جرام حتى 40 ميلي جرام باليوم. الايس والارس ممكن نستعملهم بالاصابه الكلويه الناجعه عن امراض الرئه الرثويه، وخاصه الذئبه، للمحافظه على ضغط اقل من 130 على 80، وتقليل ايضا البيله البروتينيه. الكابتوبريل بجرعه 12 ونص حتى 150 ميلي جرام. بحاله واحده بنقدر نوصل 450 ميلي جرام، هي الازمه الكلويه في الصلابه. طبعا في أدوية كتير، الإيس والآرس مثل الوزارتان. مضادات تخثر نستعملها في الذئبة في حوادث خسارية، متلازمة أضداد فص البيض، وكذلك في داء بهجت كمان عليها إشارة صفراء، يعني ممكن نستعملها وممكن لا. الوارفارين جرعة بدائية 5 ميلي جرام حتى نصل إلى تمييع كافي حسب المرض. الرافاروكسابان جرعة 10 ميلي جرام حتى 20 ميلي جرام يوميا حسب الجي اف ار. لا يستخدم في متلازمة ضغط الفص والبيض، نستعمل الوارفارين فقط. الانكسوبارين بنستعمله في علاجات الحال علاج حالات خثارية، وبنستعمله كجسر ليعمل الوارفارين بالذئبة والأنتي فص والبيض، وأيضا نعطيه كجرعة وقائية بعد العمليات الجراحية والولادة وأثناء الحمل في حال وجود حوادث خثارية سابقة. بالنسبة للهبارين بنعطى بالجلد بجرعة 1 ميليغرام على الكيلوغرام كل 12 ساعة كجرعة علاجية. جرعة الوقائية 40 ميلي جرام يوميا مع وجود قصور كلوي تصبح 30 ميلي جرام جرعة وقائية. الجرعة في الأعمار فوق ال 75 تعد الجرعة إلى 0.75 ميلي جرام على الكيلوغرام. بالنسبة للحكة المرافقة لصلابة الجلد، ممكن نستعمل الهيستامين، البريجابالين، والجابابانتين، والبلاكونيد طبعا هون ذكر سابقا. مضادات الهستامين مثل اللوراتادين جرعة 10 20 ملي جرام، بريجامالين ممكن نبلش جرعة 25 ملي جرام حتى 300، الجابابانتين 100 ل 400 ملي جرام يوميا. وطبعا هذول كمان احد خطوط العلاج بالفايبروميليجيا. وممكن نستعمل المطريات الموضعية اسم تجاري البيو اويل.
البي بي اي بتستخدم لقائم الطرحات بالمشاركه مع الانسيتس لانسوبرازول اومبيرال. ممكن ايضا بالنسبه بالصلابه بصير عندنا اضطرابات حركات معويه، نستعمل الميتوكلوبراميد والدومبريدون والاريثرومايسين. معالجه فرط النمو الجرثومي ايضا في الصلابه، الريفاكسيمين هو صار الخط الاول، جرعه 200 ملغ مرتين يوميا او 550 ملغ مره يوميا، مترندازول 500 ملغ كل 8 ساعات، السيبروفلوكساسين. معالجة الانسداد المعوي الكاذب بالصلابة بنستخدم الكتريوتايد بجرعة 50 ملغ تحت الجلد أو وريدي كل 12 ساعة. معالجة ارتفاع التوتر الرئوي ممكن نحن نبعث على طبيب قلبية بس نعرف الأدوية السildenafil جرعة 20 ملغ حتى 80 ملغ، بوزنتان مثبطات إندوثيلين يعطى بجرعة حسب الوزن، أقل من 40 كيلو جرام نعطي 62.5 ملغ، أكثر من 40 نعطي 125. الإليوبروست نستعمله في حالة ارتفاع التوتر الرئوي مرافق للصلابة بجرعة 2.5 ل 5 ميكروغرام وريدي تكرر 9 مرات يوميا. استخدم أيضا في علاج تقرحات في رينا والصلابة بجرعة 0.2 نانو جرام على الكيلو جرام تسرب خلال 8 ساعات لمدة أسبوع. ممكن نستعمل أميودارام عشان اضطرابات النظم، نيتروجليسيرين موضعي 2% نستفيد في علاج رينو والشرف. معالجة الحكة التهاب الجلد والعضلات مضادات الهستامين سيبروهيبتادين أميتريبتين جابابانتين. طبعا كمان جرعات سيبروهيبتادين 4 ملغ كل 8 ساعات، أميتريبتيلين 15 ل 75 ملغ يوميا ويعتبر الخط الأول أيضا بعلاج الألم الليف العضلي. بالنسبة لمتلازمة الجفاف العينية بداء جوجرين فترات عينية الدموع الاصطناعية 4 مرات أو أكثر حسب الحاجة في اليوم. في مزلقات دمعية تستخدم أثناء الليل مشان ما يصير الجفاف، قطرة بالسايكلوسبورين موضعي 5 بالألف، قطرة سيترويدات موضعية للأعراض المتوسطة والشديدة. إذا كان في عندنا التهاب جفن ممكن نستعمل فوسيدات مكمدات دافئة أو قطرة أريثرومايسين، نادرا ما يتم لجوء المضادات الحيوية مثل الدوكسيسايكلين. متلازمات الجفاف الفموية نستخدم العلكة الخالية من السكر تحفز جيران اللعاب، ونستخدم أيضا الحلوى الخالية من السكر أو محتويات على محتوية على الإكسيليتول اللي تحفز جيران اللعاب. أيضا نستخدم مواد مزلقة في الفم مثل اللعاب الصناعي، علاج داء المبيضات الفموي نيستاتين والكلوتريمازول. ممكن أيضا بخاخات فموية مرطبة وغسولات فموية مرطبة، هي كل أسماء تجارية. كمان ايضا جفاف المهبل زيوت موضعيه، مضادات المسكارين الفمويه بتزيد من انتاج الدموع واللعاب، والبيلوكاربين والسيفيميلين، بيلوكاربين 5 ملغ 4 مرات يوميا، السيفيميلين 30 ملغ 3 مرات يوميا، بس له طريقه لجرعاته، بنبلش بجرعه 10 ملغ باليوم الاول وبتصير بتزيد تدريجيا ونوصل 30 ملغ. مضادات الصباب استخدامه الزرق بولق الزاوية الربو، المرضى اللي عنده عم ياخذوا حصرات بيتا، التأثيرات الجانبية التعرق والتوهج بيكون أكثر مع البيلوكاربين. الدولوكسيتين مثبطات امتصاص السيروتونين والنورادرينالين يستخدم بألم الليف العضلي في الداء التنكسي بجرعة 30 ل 120 ميلي جرام. الأفيونات مثل الترامادول يمكن استخدامها بالآلام الشديدة ولفترات قصيرة مشان الادمان بجرعه 50 ميلي جرام عند اللزوم. الابريميلاست مثبطات فوسفو دي استيراز 4 يستخدم في داء بهجه في القلاع الفموي التناسلي التهاب مفاصل صدافي. هون طريقه جرعته الجرعه الابريميلاست من الابتوديت. الصادات للامراض الرسويه تتراسكلين يستخدم في متلازمه رايتر رغم انه الفائده محدوده بجرعه 500 ميلي جرام كل 12 ساعه لمده 3 اسابيع. التهاب مفاصل انتاني تعطى الصادات حيويه بشكل وريدي، ما في اي فائده من حقن الصادات ضمن المفصل. العنقوديات المذهبه في المرسان فانكومايسين خط اول او كليندامايسين دابتومايسين بنزولايد خط ثاني، في المسان نافيسيلين والسيفازولين بدايه العلاج بالصادات هي 6 اسابيع، 4 اسابيع وريدي اسبوعين فموي، حاليا على ابتديت اخر شيء كانه اسبوعين وريدي واربعه فموي. المكورات البنيه ستريكسون وريدي او الكينولون فموي خط ثاني مده العلاج بالصادات 7 ايام.
العصيات سلبية الجرام، الجيل الثالث من السيفالوسبورين للسيفرياكسون سيفاتوكسين أو الكينولون فموي خط ثاني، عصيات الزرق والبسيدوموناس سيفتازيديم أو السيبيبين ببراسيلين تازوبكتان أو الكاربيمينات زيترونام أو الفلوروكينولونات. السلي علاج رباعي الريفا بيسين والإيزوميازات الإيتام بيتول بنزماد لمدة 6 إلى 9 أشهر. التهاب مفاصل الفطري العلاج بالإنفطرسين أو مركبات الأزول العلاج عدة أشهر قد يصل لسنة. التهاب المفاصل داء لايم توكسيسايكلين مدة العلاج 20 إلى 30 يوم. الحمى الرثوية الحادة نعطي البنزاسين بنسلين بجرعة 1.2 مليون جرعة وحيدة عضلية أو بنسلين في بجرعتين 50 ملي جرام كل 8 ساعات لمدة 10 أيام. للوقاية نعطي كل شهر. خيارات العلاج في هشاشة العظام الدينوزوماب، حكينا عن البيسوفوسفينات، الدينوزوماب الضاد وحيد النسيلي يثبت تأثيرات العظم، مفضل عند مرضى السيكيدي المرحلة الرابعة والخامسة والديال، أو المرضى اللي ما تحملوا أو ما استجابوا بشكل كافي على البيسوفوسفينات. يمكن أن يسبب نخر عظمي في الفك. تيرابيراتايد هو مشتق صنعي للبي تي اتش، يمكن استخدامه عند النساء بعد سن الظهر. يمكن استخدامه عند الرجال والنساء اللي بتناول الستيرويدات القشرية. الكالسيتونين يثبط ارتشاف العظم لكن يستخدم للألم الناجم عن كسور هشاشة العظام. مكملات الكالسيوم فيتامين د 1200 ملي جرام على اليوم، للكالسيوم 400 800 وحدة دولية من فيتامين د تعطى وقائيا عند مرضى الذين يتناولون الستيرويدات. حاليا في توصيل عن كل مرضى المزمنين. بتليون العظام مرض عند المرضى اللي عنده نقص وارد من فيتامين د، نعالجهم ب الارجو كالسيفرول او كول كالسيفرول بجرعه 10,000 وحده دوليه عن طريق الفم مره واحده في الاسبوع لمده 6 إلى 8 أسابيع، بعدين جرعه صيانه 800 وحده دوليه من فيتامين د 3 يوميا. ممكن نعطي الشكل الفعال 1 الفا بجرعه نص ميكرو جرام. الله يعطيكم العافيه.